top 5 topics for grade 9. من أولها كده يا شباب، ومن بداية وقبل الدراسة ما تبدأ، أقول لك 5 مواضيع مهمة جدا لازم تدرسها وتحفظها، ولو عاوز تدرسها من مذكرة كويسة يبقى لازم تجيبها من the conclusion، الخلاصة الموجودة في المكتبات والعناوين موجودة في الستوري. Let's get started. أهلا بكم يا شباب مرة تانية مع أهم 5 موضوعات هندرسها النهاردة، ونبدأ بـ الهابنس السعادة. هنتكلم عن الامبورتنس والسورسز اوف هابينس الموضوع الثاني، وهنتكلم عن الفستيفلز الامبورتنس وتدي امثله على الفستيفلز المهرجانات. ثالث موضوع وهو السبورت، اهميه السبورت يا شباب، وتدي الرولز او الاكويبمنت الادوات او القواعد بتاعه الرياضه. رابع موضوع معانا النهارده وهو كيبن هيلثي، ازاي تحافظ على صحه جسمك، الامبورتنس وي هاو تو كيپ هيلثي. الموضوع الخامس معانا النهارده هو الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، من المواضيع المهمه جدا نتكلم عن الادفانتجز والديس ادفانتجز. ادرسوا بقى المواضيع دي من الاول علشان تقولوا الاستاذ قال لنا وساعدنا من البدايه، وعلشان تحترفوا التعبير معانا باذن الله تعالى. كل يعمل شير للفيديو، احفظ الفيديو علشان ترجع له تاني قبل الاختبارات. That's it. Thanks for watching. Bye for now.